صباح الخير يا فرح، صباح الخير يا يحيى، صباح الخير على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. ان شاء الله النهارده يكون يوم خير علينا كلنا وعلى كل الشعب المصري بفوز ان شاء الله على المنتخب الايفواري، يدفعنا سريعا الى دور الثمانيه هنا في بطوله الامم الافريقيه. حاله من التفاؤل بين الجمهور وبين اللعيبه وبين الجهاز الفني، كلنا على ثقة في اللاعب لأي شيء، إن لعبتنا قادرة وعندها الإمكانيات الكبيرة إنها تقدر تتخطى أي صعاب وأي ظروف صعبة وأي فرق قوية. لعبتنا عندها الإمكانيات تقدر إن هي تسعد جمهورها إن شاء الله النهاردة. خليني أقول لك بقى فرح، خليني أقول لك يا يحيى، الأجواء معسكر منتخبنا الوطني اللي قدم رانو قوي جدا على مدار ساعتين إمبارح، يعني واضح كده إنه بوادر التشكيل بدأت إن هيكون محمد الشناوي لحراسة المرمى، رباعي خط الظهر هيكون أحمد فتوح، حجازي عبد المنعم، عمر كمال عبد الواحد، ثلاثي خط الوسط احتمال كبير هيكون عمرو السوليه، محمد النني، ايضا ممكن نلعب بايمن اشرف امام احمد فتوح في خط الوسط ناحيه الشمال في مركز 8، ودي ممكن تكون مفاجاه التشكيل النهارده. هيلعب امامه ثلاثي خط الهجوم محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش، وبالتاكيد اللاعبين كلهم على قلب رجل واحد. مازال الونش بيواصل تدريباته التاهيليه، عشان كده صعب جدا انه يكون موجود النهارده اساسي في المباراه. الحقيقه حاله من التفاؤل، حاله من الثقه داخل معسكر منتخبنا الوطني بالرغم من تضارب المواعيد المستمر والعبث التنظيم اللي موجود هنا في البطوله منذ البدايه. يعني امبارح المؤتمر الصحفي اللي كان هينعقد لكيروش ومحمد صلاح اتاخر 4 ساعات وتاجل 4 ساعات. المسافه ما بين معسكر منتخبنا الوطني وفندق الاقامه حتى ملعب المباراه حوالي ساعه ونص، على عكس المنتخب الايفواري اللي المسافه ما بين ملعب التدريب وفندق الاقامه بتاعه حوالي 5 أو 10 دقائق فقط. ولكن امبارح طبعا بالتاكيد كان كيروش وكان محمد صلاح بيبعثوا اكثر من رسائل للجمهور المصري بيطالبوهم بالمسانده النهارده. لكن خليني اقول لكم برضو انه مازال الحادث الاليم اللي حصل في استاد اولمبي بالعاصمه الكاميرونيه ياوندي يلقي بظلاله هنا في الكاميرون بعد وفاه 8 من المشجعين، منهم 2 سيدات و4 رجال ومنهم طفل تعرض للدهس الحقيقه، ودول كلهم كانوا كل الوفيات كانوا دون عمر ال30. بالتاكيد الموضوع ده بيلقي بظلاله، حتى الكاف في حاله استياء ومتسبي طلع وقال ان الموضوع مش مسؤوليتنا ورمى الموضوع والمسؤوليات كلها في على الجانب الكاميروني المسؤول على التنظيم ومسؤول على تأمين المباريات. عشان كده النهارده خلال مباراة مصر وكوت ديفوار هنشوف زيادة في عدد رجال الأمن الكاميرونيين سواء خارج الملعب عشان ينظموا دخول الجماهير بشكل قوي، خاصة إنه الطاقة الاستيعابية للاستاد النهارده استاد جابوما اللي هيستضيف المباراة هتكون حوالي 60% فقط عشان الإجراءات الاحترازية. ده مش كده وبس، كمان هيزودوا عدد الأمن جوه الملعب عشان حماية النجوم الأفريقية اللي بتلعب في المباراة، لأن نجمنا المصري محمد صلاح خلال ال3 مباريات اللي فاتوا تعرض إنه عشاقه ومحبيه من الجمهور الكاميروني كانوا بيتدافعوا عليه في الملعب بعد انتهاء المباراة وعقب إطلاق الحكم لصافرة النهائي، عشان كده عاوزين يحموا الجميع. كمان النهاردة الجالية المصرية الموجودة هنا في الكاميرون بالتأكيد يعني بتجهز احتفال كده أمام فندق الإقامة في حال إن شاء الله فزنا بالمباراة، وإن شاء الله ده اللي يحصل. كمان أفراح مغربية موجودة في كل شوارع الكاميرون بعد الفوز امبارح على منتخب ملاوي والصعود لدور ال8. بالتأكيد كل التوفيق لأشقاء المغاربة. يمكن دي كانت معظم الأجواء والكواليس الموجودة هنا في مدينة دوالا الكاميرونية، وبالتأكيد نحن في انتظار طائرة مصر للطيران دريم لاينر اللي هتقل 300 مشجع بإذن الله عشان يشجعوا منتخبنا من داخل استاد جابوما. دي كانت كل الأجواء والكواليس الموجودة هنا من دوالا إلى القاهرة مع زملائي الأعزاء المتألقين يحيى حمزة فرح علي. تفضل. نشكرك يا حسن، شكرا جزيلا. والحقيقه مش قاهرني غير النص كم اللي انت واقف بتكلمنا بيه، يعني دي الحاجه الوحيده اللي ممكن نكون يعني بنحسدك عليها. درجه الحراره لسه 38. ها، بشكرك يا يحيى، ويعني درجه الحراره 38 يا حسن. ها،
بالظبط يا فرح، درجة الحرارة النهاردة واصلة ل 39 درجة مئوية، والرطوبة النهاردة داخلة في 80%. يعني احنا كده خلي بالك 39 درجة ده الشتاء عندهم. انا شايف في بعض الاخوة الكاميرونيين لابسين جواكت النهاردة لان الجو عندهم ساعة 39 درجة مئوية. ما شاء الله، يعني انت احنا كده ده لو جم هنا يا حسن في اللي انا اعتقد يعني ان انت واصل لك الجو عندنا النهاردة شكله عامل ازاي. فيعني انت تقول للاخوة الكاميرونيين ان احنا الدنيا عندنا مختلفة تماما. بنشكرك يا حسن، شكرا جزيلا.